والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو الذي علم المسلم الحق، وهو أبوهم آدم عليه السلام الذي ينادي البشر جميعا أيام يصلون صلاتهم. وَالسِّكُورَ dalla sua lingua giuro che non è un credente. এই কারণ সমস্ত মানব জাহানের কল্যাণের জন্য ওই লোক মুসলমান না, সঠিক মুসলমান না, যিনি প্যাট ভরে খেয়ে রাখে। الله أكبر. الحمد لله رب العالمين.